السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله اخوان المشبعين، مشبعي قناة طائر حسون المغربي. احنا الان جينا عند الاخ رشيد اللي كيبيع اللوازم ديال الطيور، وغناخذوا جميع الاشمنة الاخوان ديال الزوان ديال الادوية ديال الفاكسان ديال الطيور. المهم الاخ رشيد، السلام عليكم. اخ رشيد كيداير؟ صافا مزيان، كلشي بخير، مبروك على الشركه اخويا. كيداير الامور؟ الحمد لله، الله يبارك لك. الاخ رشيد، بغينا نسولوك على الاثمنه ديال الزوان، فين وصل يعني المكركب والطويل وبعد يعني الاشياء. المهم اي حاجه متعلقه بالطيور ان شاء الله غادي نشوفوها. نبداو اخويا بالزوان الطويل، هذا هو اللي كيسولوا عليه الناس بزاف اخويا. ولات الخنشه دابا ب 420 درهم. 420 درهم بالنسبه للبشنه وصلات ب 200. هل لاكاليتي ديال الزوان شي حاجه يعني نقيه؟ هذا البشنه اللي هو المكركب وصل ب 210. يعني شحال كيبقى الكيلو هذا الطويل؟ طويل ب 20 درهم. 20 درهم تبارك الله. أيه. والمكركب 10 درهم. وبالنسبه للباتشي؟ الباتشي الصفر 45 درهم، هذا ديال ديال الفاش. هذه التذكيره الاخ رشيد، هذا كيعطيوه للكنار. كنار الوليدات. الوليدات ديال الكنار. الشنابر. هذا عندي مصوب بالثومه واليازير. الثومه واليازير. هذا الاخر بروبيوتيك. كيجي يعني مقاد يعني في لومبالاج. لومبالاج كلشي. ومن كيجي السي رشيد هذا؟ كيجي من الاسبان. من الاسبان. يعني هاد الناس كيخدموا بشي حاجه زوينه، شي حاجه. كل حاجه اورني. ها هي الثومه فيه اليازير. هذا شحال داير الكيلو؟ 50 درهم. هذا بروبيوتيك. هذا فيه ديك البكتيريا النافعه. البكتيريا النافعه. وكاين هذا. هذا شحال داير هو؟ 50 ياك. 50. وهذا؟ هذا 0.45. يعني بحال وحاله. بحال. وين هذا؟ هذا شحال داير؟ هذا 50 درهم. 50 درهم، قول لي نفس الثمن. نفس الثمن. اييه. الميلونج خرطال. بالنسبه للكنار، كنار شحال داير الكيلو الاخ رشيد؟ 16 درهم. بالنسبه للزريعه؟ الزريعه ب 10 درهم. 10 درهم. الاخ رشيد، بالنسبه اخويا للفاكسان ديال الطيور، الطيور كاين اخويا القميله، القميله كاين هذا وكاين البودر. نعم. شوف لي هادو الزريات. هما هادو غادي نعطيه 4 يكون شويه. هانتوما الاخوان، هذا الفاكسان ديال الطيور على حسب الكميه اللي باغي يفاكسي الطيور ديالو، سواء من الباباغاوات من كنار ليزانس ام مقنين، واكثر اللي كياخذوا صحاب ام مقنين. انا غناخذ الاثمنه ديال هاد لي باك. اخ رشيد، كيف ما قلتي لي كاين هذا الفاكسان ديالك، هذه شحال دايره؟ هذه الكمل هذه 40 درهم. 40 درهم. شي حاجه كاليتي، شي حاجه زوينه. كدير لها نقطه تقريبا شحال ديال الوقت يعني باش كتبعد منه يعني الكميله؟ تقريبا اذا كانت فيه الكميله يعني كثيره كدير ليه مره في السيمانه. مره في السيمانه. ولكن اذا كانت فيه الكميله بزاف، اما اذا ما كانش فيه الكميله راه كدير ليه مره في الشهر. مره في الشهر. اذا ما كانتش فيه. ياك اخويا، كاين اللي كيقول لك مثلا كنديروا ليه مره يعني وكنعطيوها بتيسه واحد 4 شهور 5 شهور. لا، ولكن الحال سخون، ملي كيكون الحال سخون يعني كتكثر. كتكثر. اما وقت البرد كتنسى ما دير ليه لا غير في الفتره ديال 4 شهور ملي كتكون الحراره. وبالنسبه لهذه؟ هذه اخويا 25 درهم، هذه بودر كدار في العش. هذه بودر؟ شتي كيبين طاير. اييه. وبالنسبه لمثلا الطير ما كاين عنده لا عش لا والو، فقفيه صغير. لا هذيك لا خلاص، بلا ما تصلحش لي يعني. هذه بالنسبه للعشاش. مرحبا السي رشيد. بالنسبه للاخ رشيد، الباتشي اللي كان كيتعطى للمقني، للوليدات ديال المقني. هذا الفلاي. قول لي الاخر تقطع. الاخر تقطع ما كاينش. لا واش ديطاي ولا ديطاي؟ 8 شي خنشه. هذا الاخ رشيد فيه الدو ديالو. فيه. المكون ديالو شي حاجه زوينه. زوينه ياك. كيوقف الوليدات. مرحبا السي رشيد، مرحبا.
هذه القاصة كاملة في كدير 170 درهم. 170 درهم الأخراشي. كيلونس. كيلونس. دابا هذه كيلونس هذه اللي فيها. كيلونس هذه. وبالنسبة للجملة الأخراشي. الجملة بالنسبة لهذا. تاخذوا ب 160. 160 درهم. وبالنسبه للمانيطوبا اللي كانت بقى الشكه تاع المانيطوبا باقا مقطوعه مقطوعه دابا ياك شهر شهرون ساعه باش اللي كاينه دابا الاخراشي اللي كاين اخويا فانسي كاينه بالنسبه للباجي بالنسبه للكالوبسات بالنسبه حتى المقنين ياك ياك اخويا المهم اخوان اللي بغى شي حاجه مرحبا وألف مرحبا عند الاخ رشيد اي حاجه يعني بغيتوها بالنسبه للكروكيت ديال المشاش كلشي الكروكيت ديال الكلاب ناخذوا فكره الاخ رشيد على الكروكيت الكروكيت ها هو كاين ديال 15 درهم كاين ديال 20 درهم كاين ديال 25 هذا شحال داير الاخ رشيد هذا 15 درهم هذا ديال الكلاب ديال الكلاب ديال 20 درهم الكلاب 20 درهم كاين هذا ديال الكلاب الصغار 20 درهم كانش يس سلام فين اخويا بخير صح كريم فين رمضان لاباس عليك وهادو الاخر شي ديال المشاش هادو ديال المشاش هادو الكاليتي مزيان كاين ديال 30 درهم بحال هذا الشباكيه وكنقولوا لك هو سوبريم معروف بكروكيت الشباكيه اييه شحال داير هذا هذا 30 درهم الكيلو هذا بحال بحال هذا بخمسه كدير 360 درهم هي كاين شي كاتش سوبريم كيتشن وكاين ادوت وكاين الخناشي ديالو ديال هذا بهاد كيلو هادي فيها 2 كيلو 2 كيلو دير 85 درهم جونس جونس شحال دايره 85 85 درهم وهادي هادي ادوت 85 درهم كيتشن حتى هي 85 درهم وكاينه هذا بروشوز هذا حتى هو هادو كاملين 30 درهم كاين هذا نفس المكونات تاع الرشيد ديالك نفس كاين الحوت الدجاج اللحم كاليتي مزيان وكاين الكاليتي اخرى المويان ديال 20 درهم 15 درهم اييه طيب وكاين هذوك المشاش اللي كيكونوا معقمين ستيريليزي ديال الكروكيت ديالهم ياك هو هذا وكاين ديال المشاش الصغار كيتل هو هذا ديال الصغار 30 درهم جوج ولا ستيريليزي ولا 30 درهم مرحبا الاخ رشيد الاخ رشيد ندوزو للاقفاس اييه سيدي تبارك الله الاقفيس هذا بان ليا يعني هذا ديال الطالي هذا يلاه جاي ياك شي حاجه جديده شحال ديال السي رشيد؟ 40 درهم. انا عارف كتجيب السكوت ديال الطاليان شي حاجه كاليتي شي حاجه زوينه. 400 درهم هذا اش كدير فيه الاخر؟ هذا كدير فيه طير واحد ماشي ما ديرش فيه جويجه. دير فيه مثلا مقنين دير فيه كانار دير فيه كالوبسيس دير فيه واحد ديال لي زانسيبارابل يعني واحد. ديرو بالعشقي ما فيش بلاصه ديال التدواش ديال التدواش فيه كلشي ديال العش ما فيهش كومبلي مرحبا الاخ رشيد وهاد السيباراسيون قويه هذا ديال ستي اينوكس اييه كاين هذاك ديال فوق بالنسبه للثمن ديال شحال ديال 320 320 وهذا ديال مقنين زاويش هذا 300 300 درهم بالنسبه للجمله الاخ رشيد الجمله راه كتحيد واحد 5 درهم 5 درهم 10 درهم اييه مرحبا وكاين هذا حتى هو ديال ليستيا هذا 130 درهم 130 درهم هي وكاين عاوتاني ديال مالاكا هادو ديال مالاكا 120 درهم واللي بغى الجمله الجمله ديال 115 115 ديما 5 درهم كتحيد كاين هذا بيدروس بيدروس هذا 200 درهم 200 درهم الاخر هذا السوليون وهذا يلاه بان لي حتى هو هذا صنع مغربي هذاك 50 درهم هذا كله بلاستيك ما كاينش فيه حس يعني السلك شحال الثمن ديالو 50 درهم مرحبا المهم اللي نسينا الاخ رشيد فكرنا فيها بالنسبه للفيتامين وهادي الفيتامين عندي بحال ما هادو كاينين هادو كاين ديال السيمينيرو بالنسبه للطيور عندي ديال الكلاب ديال المشاش هذا كدير لي نقيطاش في الشراب ياك هذا ديال السيمينيرو هذا ديال البالونس اذا كان الطير ما كيشدش لي كيدير التوازن ديالو بالنسبه للميتابيتش كاين هذه الميتابيتش هذه ديال فيرسيلاكا هذه الاستعمال ديالها باش نذكروا الناس اللي ما كتعرفش مثلا دابا مثلا داويتي الطير اييه باش تريكيبيري باش تكون عنده ديك القوه اييه تعطيه هذا الميتابيتش اييه
هذا باش كاين لي فيتامين ديال المشاش ديال الكلاب. لي شامبوان ديال المشاش والكلاب كاين هذا بالنسبه لخل التفاح. خل التفاح كاين هذا اللي بيو. هادي شحال دايره؟ هادي دايره 70 درهم. بالنسبه للمود دومبلوا دابا كديرها لي معلقه صغيره في السيترون الماء السيترون ديال يشرب يشرب منها ولا ترش ليه بها على حسب القميره. ياك شرشان يعني بالنسبه للرشان بيو هذا ماشي بحال ديال العطار. كوك شحال دايره هاد القريعه قلتي لي؟ 70 درهم. مرحبا الاخ رشيد. انا قلتي لي هاد الاقفاص هادو ديال واش؟ ديال الهامستر. هادو ديال الطاليان ديال الهامستر. هذا الصغير 350 اللي كبر منه 400. الصغير شحال قلتي لي؟ صغير 350. 350 وهذا 400. 400 درهم. هذا باش كاين الماكله ديال الطيور كاين الماكله ديال المشاش. انتوما الاخوان بالنسبه لهذا لا هذا اخرى فات كيتعطاو للمشاش. هذو 8 درهم. شنو فيهم؟ كاين فيهم الحوت الدجاج السومون. شحال دايره هذه؟ هذاك 8 درهم. بحال بحال هذه بحال بحال. لاصوص ديال المشاش حتى هو مختلف. كاين فيليكس كاين ويسكاز كاين لوشا كاين سيمبا. هذا هو الكروكيت. المهم اشكال والوان اللي بغى شي حاجه. مرحبا 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 كيلو مخلط. الله يحملك الوالدين. هذا الاخ رشيد ديال الخنزير ياك؟ هذا كيتعطى للكلاب ياك اخويا؟ كالسيوم. كيبان لي العظم فيه كثر من اللحم. حيت هو باش كيسنان الا كان الكلب فاش كي صافي يعني ربي كيبقى يعض فيه وهادي باش يخرج السنان ديالو. شحال ديال هذا الاخ رشيد؟ هذاك 15 15 درهم ديال الخنزير ياك؟ اخ رشيد شفنا بما فيه الكفايه يعني لي برودوي اللي عندك. تخلينا الاخ رشيد النمره ديال التليفون ديالك واللي بغى مثلا شي حاجه ديال الجمله ولا تقصير غدير مع ثمن زوين ياك الاخ رشيد اللي قالك من طرف عزيز. مرحبا والف مرحبا. التليفون ديالك الاخ رشيد هو 06 06 01 68 40 20 والبلاصه اللي فيها انت بالضبط التريسيه الاولى الزنقه 10 الرقم 37 الزنقه ديال سوق الماطر. ديال سوق الماطر حدا سوق الماطر عاد جيت تسول على الزنقه 10 اييه تما فين كاين. تحياتي للاخ رشيد كنشكرك بزاف اخويا. بارك الله فيك على اللي خطيك اخويا. الله يسهل عليك اخويا.